السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي مطبخ ملاك شوفاني. كي درتو لاباس عليكم؟ اليوم قررت باش ندير لكم الحريره مغربيه 100. لهذه الوصفه غادي نحتاجو قبطه المعدنوس، قبطه القزبه، نص قبطه ديال الكرفس، نص بصله اللي مشلده، مطيشه تقريبا كيلو كيلو الا ربع حتى الكيلو تاع مطيشه. هاد المطيشه اللي درناها في الماء سخون ودرناها فوق العافيه حتى كتفركع وكتر الجلدة بسهولة كنحيدوها. شوية العدس، شوية الحمص، شوية الملحة حسب الذوق، نص معلقة صغيرة ديال الأبزار، نص معلقة صغيرة ديال السكنجبير، راس معلقة ديال السمن، وعود ديال القرفة اختياري، اللي ما كيبغيش قرفه ما يديرهاش، يا اما اطراف اللحم يا اما عظيمات ديال اللحم، والزيت. وباش غادي ندورو هاد الحريره كنحتاجو الفداوش اللي كتكون رقيقه، الطماطم مركزه، الماء مع الدقيق، وما نساوش الزيت. في طنجرة الضغط غادي ناخدو ربيع اللي فرمناه مزيان، الكرافس، قزبر، معدنوس، كرافس، وبصلة. غادي نديرو طنجرة الضغط، غنزيدو عليهم التوابل كاملة اللي ذكرنا، نزيدو هاد العظيمات، ولا اللي عنده اطراف الحاب ولا الدجاج، كل واحد واستطاعتو. ندير فيها العدس والحمص، شويه الزيت، وشويه الماء، ونديروها فوق النار تقلى. عاد نزيدو عليها الماء، كاس كبير تاع الماء، ونسدو عليها الطنجرة حتى يطيب معانا العدس والحمص، ونرجع لكم. من بعد ما تقلات الماء غادي نزيدو عليها كاس تاع الماء، وغادي نسدو عليها غير شويه. عاد نزيدو مطيشه اللي غادي نطحنو، بعد ما نحيدو ليها الجلفه ديالها كامله. غادي ناخدو مطيشه اللي سلقنا في الماء وقشرناها على هذا الشكل، وغادي نطحنوها بهذا البلونجور. بعد ما الحمص ديالنا والخلوط ديال، غادي ناخدو هاديك المطيشه اللي غادي نكبوها كامله، ونعاودو نسدو عليه حتى يطيب تماما الحمص. ما قلتش لكم بان المطيشه درناها في واحد الصفايه باش نحيدنا من هاديك الزريعه. بعد ما طحناها وداكشي فداك البلونجور، هانتوما شفتو معانا، درنا ليها الصباي وحيدنا منها الزريعة، صافي. كبيناها في على الحمص وجميع المقادير، غنعاودو نسدو عليها تيطيب لينا الحمص تماما. بعد ما طاب معانا الحمص ودرنا زدنا ليها الماء القدر اللي بقينا، نخليو حتى الماء يغلى مزيان، وكنلوحو فيه فداوش وكنحركو. سمحوا لي ديال كنخدم بيد وحده، صافي. ونخليوها حتى كطيب لينا فداوش، عاد ندوروها ونرجع معاكم. باش غادي ندورو الحريره ديالنا، الناس اللي ما تيعرفوش، كنديرو نص زلافه ديال الماء
كنلوحو فيها هذاك الدقيق ديالنا كامل. صافي، ممكن نحركوه مزيان حتى كنحصلو على واحد العجين. وكنحصلو على هاد العجين ناقصها نيجيريا، شفتو السمك ديالها ناقصها نيجيريا. صافي، مني كطيب لينا الفتاوش كنشوفو الحريرة ديالنا واش خاصها مليحة ولا بزيغة ولا شي حاجة. صافي، وكن نزيدوها مطيشة الحك وكندوروها بهاد العجين. من بعد كناخدو معجون الطماطي او مطيشة الحك، كنزيدو ليها جوج معالق ولا ثلاثة ديال الحريرة اللي طيبنا باش كدوب معانا. عاد كنضيفها كاملة في الكوكوت ونحركو مزيان باش تدوب معانا. وغادي نحركو العجين ديالنا وغادي نكبو. وغادي نحركو نبقاو نحركو حتى تندمج هاديك العجين كاملة مع الحريرة ديالنا ويطيب الخليط مزيان. طيب الحريرة ديالنا ونرجع معاكم في طاولة التقديم. بعد ما طابت معنا الحريرة جات على هذا الشكل، شوفوا هي تبارك الله حمرا غزالة. انا غادي نوريكم هيا شوفوها كيفاش جات حمراء غزالة تبارك الله. غادي نرافقو الحريرة ديالنا بالبيض مسلوق وتميرات البريوات اللي كنت صايبة معاكم، الخرقاتية اللي كنت صايبة معاكم، البيتزا اللي صايبت معاكم، وكبيسة العصير غادي يديرو معاكم ان شاء الله، ومسيمنات مع مرافقين مع العسل والفرماج، وكل واحد واستطاعته. الى عجبكم الفيديو تابعوني مع المزيد ان شاء الله من تحضيرات الغرام.